مالك يا ابني قاعد كده ايه؟ مالك حزين ليه وبتفكر ليه؟ والله يا بابا انا نفسي اعمل فيديو عن الافلام الكرتون، نفسي اعمل فيديو يكون عبارة عن فيلم كرتوني، بس مش عارف اعمل ايه او استخدم برنامج ايه. طب ومحتار ليه؟ ده في برنامج جميل جدا، في واحد اسمه قناة بتاعت مرشد المحتوى، خش عليها واتفرج عليها هتعرف ازاي البرنامج دوت تنزله وتعمله وهيكون محترف جامد. شكرا ليك يا بابا عشان انت ساعدتني، انا هخش على الكمبيوتر دلوقتي واشوف مرشد المحتوى. يلا دعمونا بلايك واشتراك وتعليق جميل منكم، وايه رأيكم في الفيديو دوت اكتبوا لنا في تعليق. شكرا ليكم. زي ما انت شفت الفيديو اللي فات دوت، طبعا احنا عايزين نعمل زيه. انا النهارده جايب لك برنامج جميل جدا من على الكمبيوتر او الموبايل هتقدر تعمل زيه. دعونا بلايك واشتراك وتعالي جميل منكو، وتعالوا نشوف هننزل البرنامج ازاي. الاول مبدئيا كده هنخش على جوجل، هنكتب اسم كده البرنامج بترون تروجن، اول موقع طبعا دوت زي ما احنا شايفين، هنا للديسكتوب وهنا الموبايل، هنا ده للايفون تقدر تحمل الايفون او الاندرويد، هنا طبعا ديسك توب اللي احنا هنشتغل عليه النهارده، ونفس الطريقه انت بتحملها عادي، طبعا بتدوس هنا تحمل عادي ماشي. طبعا انا هحمله فمش هحتاج احمله تاني. طبعا دوت البرنامج كده بعد ما بينزل بيبقى بالمنظر دوت، تعالوا نثبته مع بعض. زي ما انت شايف بيجي كده بالمنظر ده، هنعلم هنا علامة الصح على اجري وهندوس تست بيت وهنسيبه خالص لحد ما يثبت، انا هوقف وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين بعد ما بيثبت بيجيب لي فينيش، ادوس كده على فينيش بيبدأ يتثبت معايا. زي ما انت شفتوا في ايقونة تانية ظهرت لي ديت. تعالوا مع بعض نشغل البرنامج، هندوس عليه كده. زي ما انت شايف فتح معانا بالوجع دي كده مكبرة. هنا بيقول لك ممكن تسجل بجوجل او ممكن تعمل حساب جديد، انا افضل ان اعمل حساب جديد. قدامكو حاجة هنا بكتب، بيقول لك فول نيم، تكتب اسمك واسم الوالد، انا هكتب عصام مصطفى. وهنكتب هنا الايميل والباسورد، هكتبهم وارجع لكم. بعد ما كتبنا الايميل والباسورد تمام، هندوس هنا سيجن اب، هيبعت لك كود على الايميل اللي انت سجلت بيه. طبعا دوت اهو كود زي ما انت شايف اسم البرنامج مكتوب اهو على اليمين، اخد كده كود كوبي وهنيجي على البرنامج. طبعا مش هيعمل بلاست، هندوس كنترول في وبعد كده دوس تأكيد. زي ما انت شايف احنا كده اكدنا الحساب ومفيش اي مشكلة. طبعا احنا عشان تعمل فيديو جديد هتدوس على العلامة الزائد، هنا بيقولك 30 يوم فري عشان طبعا تشترك. طبعا انت ممكن بعد كده تلغيه وتنزله تاني. طبعا بيجيلك الواجهة دي كده، هتبدأ تدوس هنا عشان تعمل مشهد. بعد ما بتعمل مشهد ده كده المشهد، هنا بيقولك مفيش كاركتر، ده مشهد تاني، لو عايز تعمل مشهد تاني هنشيله من هنا. هنا بيقول لك مفيش كاركتر زي ما انت شايف، فبتبدأ الأول تدوس خلفية، تجيب خلفية اللي انت عايزها. طبعا انت بتجيب خلفية على حسب المشهد اللي انت عايزه. لا انا مش هفضل دوت. نرجع كده
تقدر تلغيه من هنا، تعمله ديليت. نرجع نعيد الموضوع تاني، معلش. هننزل كده. طبعا انت كل حاجة بيبقى مكتوب تحت كده، زي سكول هوم الكلام دوت، اوفيس كده، المكان اللي انت عايزه. زي ممكن تجيب شخصيتين في العربية هنا يقعدوا يتكلموا مع بعض، ممكن تجيب هنا في الشارع. هو البرنامج بصراحة جميل جدا ومجاني، يعني حلاوته بيديك 30 يوم تخترع فيهم، مش بيديك مثلا مشروع او مشروعين تعملهم وخلاص. طبعا هنا برضو في حاجات ممكن تنزلها، انت لازم تشوف حاجة تليق باللي انت عايز تعمله. انا في دماغي حاجة طبعا المشروع اللي انت شفته في الاول، فعشان كده انا كنت بدور له على حاجة حلوة، يعني حاجة اقدر اشرحها بيها. انا هختار دوت. هنا بيقول لك بقى مفيش كاركتر، الشخصية ديت انا اللي عاملها. في شخصيات طبعا زي ما انت شايف تحت كده، وفي تحت تاني شخصيات كتير. هنختار الشخصية ديت، هندوس تاني هنا، نجيب شخصية الأب. طبعا انت عايز تجيب أم، تجيب أب، تجيب أخ، ممكن تجيب كذا شخصية في المشهد. هنا جم قاعدين جنب بعض، ديت انت بتحركهم زي ما انت عايز، تجيبه واقف على اليمين، واقف على الشمال، ايا كان. طبعا هنا انا عملته قاعد في نفس المكان فما ينفعش، زي ما انت شايف طبعا هو هنا مش باين، وانا عايز الابن هو اللي قاعد والاب اللي واقف. هنا لو عايزتهم الاتنين جنب بعض، كده تمام. هنجيب الأب على اليمين شوية، تمام كده. كده احنا مثلا عايزين هنيجي هنا كده وندوس على ديت عشان نخليه يتكلم. هنا بيقولك عايز شخصية مين تتكلم في الأول، أنا هنقوله شخصية الأب. هنا ديت الرياكشن، عايزه يضحك، يبقى متعصب، زي ما انت شايف في حاجات كتير. الافضل ليك لو انت مالكش في الانجليزي زي حالاتي، ممكن تحفظ الشخصيه، يعني تحفظ الحاجات اللي انت عايزها. هنا لو عايز تسجل بالمايك ممكن تسجل على طول، بس عشان طبعا انا مسجل من المايك فمش هيسجل. فانا في حاجات هنا مسجلها من الاول زي ديت، طبعا انا محددهم شخصيه ايه بي زي ما انت شايف عشان ابقى عارف. طبعا انت مش هتسمع عشان المايك، تمام كده. وبعد ما بتخلص بتدوس على العلامة الصح زي ما انت شايف كده. احنا خلصنا، شفايفه وهي بتتحرك، يبقى كده المشهد تمام. هنيجي على المشهد اللي بعده كده، دوت كده واخد اللقطة الأولى، بتبدأ تيجي عشان تيجي على اللقطة اللي بعديها. هنيجي هنا نعمله رياكشن، اوريكم الرياكشنات. طبعا زي ما انت شايف كده اتعصب، انا مش مهتم خالص. نشوف مثلا دوت هو بيتكلم، انت طبعا بتشوف هو الطريقة اللي هو بيتكلم بيها. انا شايف دي مناسبة بس مش حلوة اوي، يعني مش طبيعية، مش مناسبة مع الكلام اللي انا بقوله. ديت كده تنبيه او تحذير، دي لا مبالاة خالص، يعني مش عامل ازاي مبرق كده، هي حلوة برضو بس
شغالة. طبعا انت بقى بتختار اللي انت عايزه، انا عشان بس وقت الفيديو معاك فانا ايه هختار دي وخلاص. هنيجي بقى هنا كده للمحادثة التانية، برضه هندوس كده، ممكن تسجل المايك، ممكن تدوس هنا تجيب اللي انت حافظه. انا اجي عند ديت هدوس نجرب اهو زي ما انت شايف. برضو انت عايز تعمل له رياكشن انت بتعمله براحتك، انا عشان وقتك ووقت الفيديو مش هعمل اي حاجة. هندوس على علامة الصح، نعمل المحادثة التالتة على طول الأب، وندوس هنا كده على المايك. طبعا انت بتبقى حفظت وبتبقى مسجل وجاهز بكل حاجة عشان الدنيا تبقى سهلة معاك. خلاص كده احنا مجربين والدنيا تمام. بس انا بسمع عشان ايه لو في اي حاجة الكلام مش جاي مع البق، برضو ايه لازم تبقى تاخد شوف المشهد اللي انت بتعمله. هو كده كده مبياخدش كام ثانية. بعد كده ندوس على علامة الصح، نيجي على المحادثة الرابعة اللي هي بتاعت الولد. مايك آخر واحد. تمام. دوس على علامة الصح هنا كده. لو انت عايز مثلا هو بيتكلم بيتيجي المشهد على اي حاجة في الأوضة في الغرفة، بس طبعا احنا عايزين هو اللي يتكلم، ده طبعا رياكشن زي ما احنا عارفين. نجرب كده الهابي طبعا، ده برضو مش الرياكشن ده مش حلو. والمفروض كده خلاص خد المعلومة، فاحنا عايزين نشوف الهابي هتبقى عاملة ازاي. حس اللي هو نايم خالص عشان قاعد مش باين اللي هو سعيد كده، ده دماغه ابو دي. لا، نرجعها تاني احسن. طبعا انت هتدور بقى في كل دوت حاجات كتير 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 زي ما انت شايف، فانا هنجز معاكم. طبعا هنا دي مؤثرات صوتية، ودي برضو موسيقى زي ملفات موسيقية في البرنامج نفسه معلهاش حقوق. هنا طبعا لو عايز تشيل اي حاجة انت مش عايزها عملتها ومش عايزها. هنا لو عايز تعمل مشهد تاني، يعني احنا بنتكلم مثلا بنقول له هتروح يروح يقعد على الكمبيوتر، فاحنا عايزين نجيب مشهد للكمبيوتر وهو قاعد عليه. بتبدأ تدور على مشهد يكون مناسب للي انت قلته او اللي انت عايز تعمله. هو مثلا يكون هنا او الكمبيوتر اهو، بتدوس كده وبعد كده بتقول له كاركتر. ممكن تجيب شخصيات تانية، ممكن تجيب نفس الشخصية. هنا طبعا واقف او قاعد مفيش غيرهم هما الاتنين، والمفروض اللي انا اخليه يدور على القناة اللي هو اللي ابوه قاله عليها او على البرنامج اللي ابوه قاله عليه. طبعا هنا لو انا هعمل صوت تاني، بس انا طبعا مش هعمل حاجة، انا كده وريتكم المعلومة وكده انا اكون عملت اللي عليا. طبعا هنا عشان تخرج بقى الفيديو بتدوس على الفوق ديت، دي الجودات بتاعة الفيديو اللي انت هتصدره.
في 4K، في 1440، في 1080، في 720. انا اختار 1080. اول واحدة ديت لو انت عايز ترجمة مع الفيديو، يبقى الكلام اللي بيتقال بيتكتب ماشي، بس طبعا احنا بنكتب بالعربي. تاني واحدة ديت يبقى الفايل بتاع الترجمة مع الملف. تالت واحدة ديت اللي هو العادي. انا هوقف وارجع لكم تاني لحد ما الفيديو ينزل. زي ما انت شايف كده، بعد كده بيقول لك عايز تحمل الفيديو فين، فانا اخترت على الديسكتوب. بعد كده بيقول لك دان، ده كده الملف بتاعنا. طبعا ده المشروع بتاعك لو انت عايز تعدل عليه، او في هنا حاجات تانية لو عايز تعملها، تصدره بطريقة تانية، فاهمني الكلام دوت. لو عايز تعدل عليه هتدوس عليه، ممكن تضيف له شخصيات، تضيف له مشاهد تاني، تعمل اي حاجة انت عايزها. وطبعا ده المشهد اللي احنا شفناه في اول الفيديو. ودعمونا بلايك واشتراك وتعليق جميل منكم، شكرا ليكم. واكتبوا لنا في تعليق كده، قولوا لنا ايه رأيكم في الفيديو دوت. ولو عايزين فيديوهات زي كده قولوا لي، عايزين من الموبايل برضه قولوا لي. شكرا ليكم.